الحلقة 16 من تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة التكوير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما فضل سورة التكوير؟ عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. طب إيه أخواتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. طيب ليه ما جمعتش سورة التكوير والانفطار والانشقاق في سورة واحدة؟ لأن كل سورة بتصف يوم القيامة من جهة من الجهات. فسورة التكوير بتصف لحظة الحساب وكيفية النجاة منها. سورة الانفطار بتوضح أهوال يوم القيامة والأسباب التي أهلكت الناس. يبقى التكوير لحظة الحساب وإزاي تنجح، التكوير لحظة أهوال القيامة وإيه اللي ودى الناس وأهلك الناس فيها. سورة الانشقاق بتوضح صورة ماذا سيحدث في أهوال يوم القيامة للصالحين والطالحين، مصير الاتنين دول إيه. يبقى واحد بيتكلم على النجو، نجو ازاي، واللي هلك وهلكوا ازاي، والانشقاق بتوضح ايه مصير كل واحدة من دول. طيب ما موضوعات صورة التكوير؟ مشكلة كبرى ستواجه الانسان وهو بدء الحساب، وقت بدء الحساب. طب نعرفه ازاي وقت بدء الحساب؟ احنا واقفين بقالنا 50,000 سنة، كيف نعرف ان الحساب خلص وان 50,000 سنة خلصوا؟ اما تظهر 12 علامة، 2-4-2-4، 2 في السماء، 4 قدامك، 2 فيك، 4 في آخر لحظات الحساب. طيب الموضوع الثاني، كيف ننجو من لحظة الحساب؟ بالقرآن. 2 الدعاء والاستقامة. يبقى حاجتين لينجوك: تتعلم القرآن وتعيش معاه وتتدبره وتكون من أهله. تاني حاجة أن تدعو الله بالاستقامة على القرآن، لأنك لن تتعلم القرآن إلا بالاستقامة. فالجزء الأولاني اللي هو بدء المشكلة بتبدأ من الآية 1 لآية 15، علمت نفس ما أحضرت. النجاة الأولى بتبدأ من 15 لحد 25. النجاة الدعاء الوسيلة الثانية بتبدأ من 26، هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، لحد 29. طيب نبدأ بأول جزء، إذا الشمس كورت. يبقى في علامتين في السماء بيدلوا على أن 50,000 سنة خلصوا، وان خلاص هيتنادى على اسمك عشان تتحاسب. ايه العلامتين؟ اذا الشمس كورت. يعني ايه كورت اصلا؟ عشان تفهم ده من ايات الاعجاز العلمي. الشمس دلوقتي بقالها الاف السنين في الكره الارضيه، وعيجي يوم القيامه هيتنفخ النفخه الاولى ويقعدوا 40 للنفخه الثانيه، كل دي الشمس موجوده. ويجي يوم القيامه الناس تقف 50,000 سنة ونفس الشمس بتاعتنا دي فوق دماغهم بالظبط على قيد ميل. الوقت الطويل ده كله الشمس بتجيب الحرارة بتاعتها منين؟ والضوء. الشمس زي اي نجم من النجوم بتتكون من مليارات من ذرات الهيدروجين. مع الحرارة الشديدة يبدأ كل ذرتين هيدروجين يندمجوا مع بعض ويطلعوا ذرة خاملة. هيدروجين مع هيدروجين يندمجوا. الهيدروجين اصلا نشط عشان فيه بروتون واحد والكترون واحد، والمدار الاولاني لازم يتملى باتنين. فمصدرتين الهيدروجين يندمجوا، بقى في المدار الاخير فيه الكترون، يبقى كده اكتمل، بقى خامل، بقى طوبه بقى. فتفضل مليارات التفاعلات يوميه بين الهيدروجين، ويطلع طاقه كبيره جدا. واللي بيحصل في الشمس بيحصل في كل النجوم. في نجوم اقدم من الشمس الهيدروجين اللي فيها خلص، اما خلص ايه اللي حصل؟ تحولت الى طوبه عملت لف تلف في الفضاء. لكن قبل كده كانت هيدروجين عمال يعمل له تفاعلات اندماجيه. طيب يبقى اي نجم في الدنيا لازم الغازات اللي جواه تنتهي، اللي هو البنزين بتاعه ينتهي والوقود بتاعه ينتهي ويتحول لطوبه. اول ما الشمس الهيدروجين اللي فيها يخلص تتحول لطوبه، تكور تبقى كوره من الطوب. وده من الإعجاز العلمي، إن جميع النجوم لابد أن ينتهي ضوءها وتتحول إلى كتلة صلبة. إذا الشمس كورت يعني تحولت إلى كورة من الطوب،
وألقى الله بها في نار جهنم، هي والقمر. طب إيه ليه يلقى بها في نار جهنم؟ عشان تبكيتا لليابانيين والصينيين. اليابان كلها بتعبد الشمس، الصينيين منقسمين بس في نسبة بتعبد الشمس، إن المعبود بتاعكه ألقي به في النار، وتبكيتا لبعض الشعوب اللي بتعبد القمر، فما يلقى في النار ده أول سبب. السبب الثاني غير إن هو لوم لمن عبدها، في سبب تاني. ايه هو السبب التاني؟ ان النار وقودها الناس والحجارة، فما الشمس اللي بأصبحت طوبة تلقى فيها النار بتشتد اشتعالا. اذا الشمس كورت، اول ما الشمس تتكور تعرف ان خلاص بدأ الخمسين الف سنة خلصوا وبدأنا الحساب. واذا النجوم انقدرت، النجوم كلها انطفأت وتناثرت فتغيرت وطمس ضوها، زي اذا الكواكب انتصرت وزي فإذا النجوم طمست، لأن الجاذبية ستنتهي وسينفرط عقد هذا الكون. طيب دول علامتين في السماء، الشمس هتطفى وتبقى طوبة وتلقى بها في نار جهنم، والنجوم كلها هتنتصر هتطفى وتبعد. طيب أربع حاجات هتلاقيهم قدامك. إذا الجبال سيرت، يعني الجبال هتنزع وتمشي مع السحاب وتتساقط فتختفي. سيرت يعني صارت مع السحاب ووقعت واختفت. قال الله تعالى قاعا صفصفا لا ترى، والأرض هتبقى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى الجبال اختفت. طب ورا الجبال لقيت ايه؟ وإذا العشار عطلت. العشار هي النوق الحوامل في الشهر العاشر، مفردها عشراء، العشراء المرأة الناقة اللي في الشهر العاشر، والناقة حملها عشرة أشهر. أما واحد عرباوي يكون عنده ناقة في الشهر العاشر بيهتم بيها جدا. ليه؟ لأن الناقة دي هتجيب له بعد كام يوم جمل صغير أو ناقة صغيرة، وهتجيب له لبن، ده لي تمن وده لي تمن. تخيل يوم القيامة أن الراجل هيشوف الناقة العشراء بتاعته قدام عينيه، ولا يلتفت إليها من كتر الرعب ومن كتر الخوف من الحساب. أما تلاقي الناس بتعبوا وتركوا الأموال وتركوا كل حاجة، تعرف إن خلاص الحساب هيبدأ. طيب إيه اللي وصل الناقة العشراء ليوم القيامة وفي آخر يوم القيامة؟ إيه اللي قعدها الفترة دي كلها؟ إن الأصل إنها من مات على شيء بعث عليه، والناقة العشراء ماتت عشراء في الشهر العاشر فبعثت هكذا وفضلت هكذا. زي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إيه اللي وصل الحمل هناك؟ إنها ماتت حامل فبعثت حامل. طيب الحاجة التانية اللي هتشوفها، التالتة اللي هتشوفها، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الحيوانات البرية التي لم تأنس بالإنسان جمعت وزال ما بينها من الاستيحاش بسبب هول الموقف. الأسد واقف جنب الغزالة والاتنين مرعوبين ومحدش فقر يفترس حد. الحاجة الرابعة، وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت نارا. طب إزاي البحر المية اللي احنا بنطفي بها النار تتحول لنار؟ ده كان مشكلة عند المفسرين مش عارفين يفسروها، بس في العهد الحديث اكتشفوا ان الآية دي من الإعجاز العلمي. ليه؟ لأن الشمس بتبقى فوق البحر بالظبط، فما الشمس فوق البحر بالطاقة بتاعتها الفظيعة جدا والتفاعلات النووية بتاعتها والاندماجات النووية، المية كمان هتتأثر بالحرارة دي، مش هتتبخر بقى. المية بتتكون، كل جزء مية بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، كل ذرتين هيدروجين هيندمجوا ببعض يبقوا زي الشمس بالظبط. بس في البحر بقى، البحر هيبقى فرن اكتر من الشمس. ليه؟ لان البحر الهيدروجين هيخش في الهيدروجين والاكسجين هيساعد على الاشتعال. فثبت علميا ان المية ممكن تتحول لنار رهيبة جدا بسبب ان اللي يحصل اندماج نووي فيها، وبيكون حرارتها اشد من حرارة الشمس، لان الشمس فيها هيدروجين بس، لكن في البحر يبقى فيها هيدروجين واكسجين. واذا البحار سجرت، اول ما تلاقي الاربع علامات دول قدامك تعرف ان الحساب قرب. طيب في علامتين بقى تلاقيهم في نفسك. ايه؟ واذا النفوس زوجت. يعني ايه زوجت؟ يعني اذا الاشخاص الذين يعملون اعمالا متشابهة يقرن بينهم كل شخص مع اللي زيه. قال الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.
وقال تعالى وإذا وأحشر الذين كفروا وأزواجهم. أزواجهم مش مراته، لا، أزواجهم يعني نظيره اللي شبهه. طيب، وإذا الموؤودة سئلت، دي تاني حاجة هتحصل فيك. يبقى أول حاجة للناس هتتقسم مجموعات عشان يبدأ الحساب بقى، ويبدأ كل واحد يتحاسب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ربنا يسأل البنت الموؤودة المدفونة وهي على قيد الحياة، ما الجريمة التي فعلتيها حتى يدفنك أهلك فيقتلونك بهذا الدفن؟ طيب، هي أصلا مش مكلفة، ليه ربنا يسألها؟ يسألها تبكيتا ولوما لأهلها، زي ما ربنا أراد أن يبكت النصارى. فقال لسيدنا عيسى إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ طيب، هل في دلوقت في العصر بتاعنا حد بيوئد؟ آه، واحدة قالوا لها أن ابنك دوت هيطلع ناقص رجل أو هيطلع معاق ذهنيا، عنده بالها مغولي، فتنزله كده، دي وائدة، لأنها قتلت. هي مش ممكن تعرف غير بعد 42 يوم، والجهاد بعد 42 يوم محرم ووقت. فعليها 50,000 جنيه دية، هي والدكتور وكل اللي عرفه اشترك، وعلى كل واحد اشترك صيام شهرين متتابعين. الإجهاض بعد 42 يوم قتل ووقت، قتل ووقت، دي 50,000 على كل اللي اشترك، وكل اللي اشترك كل واحد عايزهم شهرين متتابعين. دول حاجتين عايزها فيك انت. طب في حاجات هتحصل تانية، اربع علامات عايزهروا بعد الحساب. ايه هم الاربع علامات لضرب الحساب؟ اولا، اذا الصحف نشرت، بعد ما الحساب يخلص هتاخد صحيفتك عشان تتأكد من الحساب بتاعك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طب بعد ما تقرأ تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب، تاني حاجة، بعد ما الصحف قشطت نشرت، السماء تتشال، السماء كانت أبواب، لا، هتتشال تماما. تتشال تماما ليه؟ عشان في ضيفين جايين كبار جدا، لازم الحق جدا، لازم الحق.